بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. In this episode we do passive voice and these are the questions. أين ولدت يا سلمان؟ ولدت في باكستان في مدينة كراتشي يا أستاذ. نعم ولدت في باكستان في مدينة كراتشي. أفي كندا ولدت يا محمد؟ لا ما ولدت في كندا، ولدت في غانا يا أستاذ. نعم ما ولدت في كندا، ولدت في غانا. أفي البيت ولدت أم في المستشفى يا خالد؟ إني ولدت في البيت يا أستاذ. نعم إني ولدت في البيت. في أي مدينة ولدت يا عيسى؟ ولدت في باكستان في مدينة لاهورة يا أستاذ. نعم. في أي قارة ولدت يا عادل؟ في أي قارة، قارة continent، في أي قارة ولدت يا عادل؟ ولدت في قارة آسيا. نعم ولدت في قارة آسيا. أفي إفريقيا ولدت أم في آسيا يا علي؟ ولدت في إفريقيا. نعم ولدت في إفريقيا. في أي قرن ولدت يا روحي؟ في أي قرن؟ قرن means century. ولدت في القرن العشرين يا أستاذ. ولدت في القرن العشرين يا أستاذ. في أي بلد وفي أي مدينة ولدت يا خالدة؟ ولدت في باكستان في مدينة كراشي يا أستاذ. أفي بلد عربي ولدت يا عائشة؟ نعم ولدت في بلد عربي، ولدت في قطر يا أستاذ. نعم ولدت في بلد عربي، ولدت في قطر. في أي شهر ولدت يا رقية؟ ولدت في شهر جمادى الأولى يا فضيلة الشيخ. نعم.
في أي يوم ولدت يا عائشة؟ ولدت يوم الاثنين يا أستاذ. نعم، ولدت يوم الاثنين. في أي ساعة ولدت يا عبد الشكور؟ ولدت في الساعة الثالثة يا أستاذ. نعم، ولدت في الساعة الثالثة. We have a general question about the year of birth. This will be answered by all the students. في أي عام ولدت يا سلمان؟ في أي عام ولدت يا سلمان؟ ولدت عام 62 و900 للميلاد. نعم، ولدت عام 62 و900 للميلاد. ويا محمد، في أي عام ولدت؟ ولدت عام 60 و900 للميلاد. نعم، ولدت عام 60 و900. ويا خالد، أي عام ولدت أنت؟ ولدت عام 56 و900 للميلاد يا أستاذ. نعم، عيسى، أي عام ولدت أنت؟ ولدت عام 74 و900 للميلاد. نعم، أحسنت. ولدت عام 74 و900 للميلاد. أي عام ولدت يا عادل؟ ولدت عام 81 و900 للميلاد. نعم، ولدت عام 81 و900. وأنت يا علي، أي عام ولدت؟ ولدت عام 61 و900 للميلاد. نعم، ولدت عام 61 و900 للميلاد. وأنت يا روحي، أي عام ولدت؟ ولدت عام 73 و900. نعم. وأنت يا عائشة، أي عام ولدت؟ ولدت عام 73 و900 للميلاد يا أستاذ. نعم. خالدة، أي عام ولدت؟ ولدت عام 67 و900 للميلاد يا خليلة الشيخ. نعم، ولدت عام 67 و900 للميلاد. رقية، أي عام ولدت أنت؟ ولدت عام 62 و900 للميلاد. نعم. يا عائشة، أي عام ولدت؟ ولدت عام 95 و900 للميلاد. نعم. يا عبد الشكور، أي عام ولدت؟ ولدت عام 98 و900 للميلاد يا أستاذ. نعم، عام 98 و900 للميلاد. أحسنتم. الآن هناك أسئلة أخرى. بكم يباع هذا الكتاب يا سلمان؟ يباع بدولارين. نعم، بكم يباع هذا الكتاب؟ باع يبيع، هذا معلوم مجهول. بيع يباع، بيع يباع. بكم يباع هذا الكتاب؟ يباع بدولارين. بكم يباع هذا القلم يا محمد؟ يباع بخمسة دولارات. نعم، يباع بخمسة دولارات.
يباع. بكم يباع هذا المعجم يا خالد؟ يباع هذا المعجم بعشرين دولارا. نعم، يباع هذا المعجم بعشرين دولارا. بكم يباع هذا المكتب الجميل يا عيسى؟ يباع هذا المكتب الجميل بمئة دولار. نعم، يباع هذا المكتب الجميل بمئة دولار. بكم يباع هذا الدفتر يا عادل؟ يباع بدولار واحد. نعم، يباع بدولار واحد. بكم يباع كوب من الشاي يا علي؟ يباع كوب من الشاي بدولار ونصف. نعم، بدولار. يباع كوب من الشاي بدولار ونصف. الآن روحي، بكم تباع هذه الحقيبة؟ بكم تباع هذه الحقيبة يا روحي؟ تباع هذه الحقيبة بخمسين دولارا. نعم، تباع هذه الحقيبة بخمسين دولارا. بكم تباع هذه العلبة من الحليب يا عائشة؟ تباع بعشرين دولارا يا أستاذ. نعم، تباع بعشرين دولارا. بكم تباع هذه الشوكولاتة يا خالدة؟ تباع هذه الشوكولاتة بدولارين يا أستاذ. نعم، تباع هذه الشوكولاتة بدولارين. بكم يباع هذا الخبز يا رقية؟ يباع هذا الخبز بدولار واحد يا أستاذ. نعم، يباع هذا الخبز بدولار واحد. بكم تباع هذه الكرة يا عائشة؟ تباع هذه الكرة بخمسة دولارات. نعم، تباع هذه الكرة بخمسة دولارات. الكرة معناها بول. بكم تباع هذه الساعة يا عبد الشكور؟ تباع هذه الساعة بستين دولارا يا أستاذ. نعم، تباع هذه الساعة بستين دولارا. These questions were the past tense and the present tense. يباع، تباع. Now we use past tense. بكم بيعت سيارتك يا سلمان؟ بيعت سيارتي بثلاثين ألف دولار يا أستاذ. نعم، بيعت سيارتي بثلاثين ألف دولار. بكم بيع هذا البيت يا محمد؟ بيع بنصف مليون دولار. نعم، بيع بنصف مليون دولار. بكم بيع هذا المعجم القديم يا خالد؟ بيع هذا المعجم القديم بثلاثين دولارا. نعم، بيع هذا المعجم بثلاثين دولارا. بكم بيعت دراجتك يا عيسى؟ بيعت دراجتي بمئة وخمسين دولارا يا أستاذ. نعم، بيعت دراجتي بمئة وخمسين دولارا. بكم بيع حاسوبك القديم يا عادل؟ بيع حاسوبي القديم بألف دولار. نعم، بيع حاسوبي القديم بألف دولار. ما معنى حاسوب؟ كمبيوتر. بكم بيع هاتفك الجوال يا علي؟ بيع هاتف الجوال بخمسة وتسعين دولارا يا أستاذ. نعم، بخمسة وتسعين دولارا. نعم، الهاتف الجوال معناه موبايل فون، سيل فون. الهاتف الجوال. متى يفتح المركز يا روحي؟
يفتح الساعه التاسعه. نعم يفتح الساعه التاسعه. أيفتح المركز يوم الجمعة يا عائشة؟ لا يفتح يوم الجمعة يا أستاذ. لا يفتح يوم الجمعة. أيفتح المركز في المساء يا خالدة؟ يفتح في المساء أيضا يا أستاذ. يفتح في المساء أيضا. أيفتح المركز في رمضان يا رقية؟ نعم لكنه يفتح في رمضان بعد صلاة العشاء. يفتح في رمضان بعد صلاة العشاء. متى يفتح المركز يوم الأحد يا عائشة؟ يفتح مبكرا يوم الأحد. يفتح مبكرا يوم الأحد. أي يوم لا يفتح المركز يا عبد الشكور؟ لا يفتح المركز يوم الجمعة يا أستاذ. لا يفتح المركز يوم الجمعة. We have a new episode, and this episode is about حال. الحال ينوع الحال منصوب. كيف جئت إلى المسجد يا سلمان؟ جئت ماشيا لأن المسجد قريب من بيتي يا أستاذ. جئت ماشيا لأن المسجد قريب من بيتي. كيف تريد أن تذهب إلى السوق يا محمد؟ أريد أن أذهب إلى السوق راكبا لأن السوق بعيدة يا شيخ. نعم. كيف تريد أن تأكل اللحم يا خالد؟ أريد أن أكل اللحم مشويا لأنه ألذ يا أستاذ. نعم أريد أن أكل اللحم مشويا لأنه ألذ. وأنت يا عيسى كيف تريد أن تأكل اللحم؟ أريد أن أكل اللحم مقليا لأنه ألذ من المشوي يا أستاذ. نعم أريد أن أكل اللحم مقليا لأنه ألذ من المشوي. كيف تريد أن تشرب العصير يا عادل؟ أريد أن أشرب العصير مثلجا. نعم لما تصلي قاعدا يا علي؟ أصلي قاعدا لأني اليوم مريض يا أستاذ. نعم أصلي قاعدا لأني اليوم مريض. لما دخلت الغرفة ضاحكة يا روحي؟ دخلت ضاحكة لأنني سمعت نكتة قبل قليل يا أستاذ. نعم دخلت ضاحكة لأنني سمعت نكتة قبل قليل. كيف تريدين أن تخرجي من البيت يا عائشة؟ أريد أن أخرج من البيت متحجبة يا أستاذ. نعم أريد أن أخرج من البيت متحجبة. لماذا دخلت الفصل مبتسمة يا خالدة؟ دخلت مبتسمة لأن الله خلقني مبتسمة يا أستاذ. ما شاء الله. لماذا جئت حزينة يا رقية؟ جئت حزينة لأنني نسيت جوالي في مكان ما. نعم جئت حزينة لأنني نسيت جوالي في مكان ما. كيف تريدين أن تلبسي الفستان يا عائشة؟ أريد أن ألبس الفستان مغسولا ومقويا. نعم أريد أن ألبس الفستان مغسولا ومكويا. لماذا جئت باكيا يا عبد الشكور؟ جئت باكيا لأن زملائي سخروا مني. نعم جئت باكيا لأن زملائي سخروا مني. We have a third episode and this is about مستثنى بإلا. You know, مستثنى بإلا is
Exception. Mansoob, yes, exception. So we start with Salman. أقرأت الكتاب كله يا سلمان؟ قرأت الكتاب كله إلا الدرس الأخير يا أستاذ. نعم قرأت الكتاب كله إلا الدرس الأخير. أي فاكهة تحب يا محمد؟ أحب الفواكه كلها إلا الموزة يا شيخ. نعم أحب الفواكه كلها إلا الموزة. أجاء الطلاب كلهم يا خالد؟ جاء الطلاب كلهم إلا إبراهيم يا أستاذ. نعم جاء الطلاب كلهم إلا إبراهيم منصوب. أزرت البلاد كلها يا عيسى؟ زرت البلاد كلها إلا اليابان يا أستاذ. نعم زرت البلاد كلها إلا اليابان. أحفظت القرآن كله يا عادل؟ حفظت القرآن كله إلا الجزئين الآخرين. أبعت الكتب كلها يا علي؟ بعت الكتب كلها إلا واحدا يا أستاذ. نعم بعت الكتب كلها إلا واحدا. كم يوما تعملين في الأسبوع يا روحي؟ أعمل الأيام كلها إلا يوم السبت. أعمل الأيام كلها إلا يوم السبت. ماذا اشتريت يا عائشة؟ اشتريت الأشياء كلها إلا الجبنة يا أستاذ. نعم اشتريت الأشياء كلها إلا الجبنة. ما معنى الجبن؟ cheese. إلى من كتبت الرسائل يا خالدة؟ كتبت الرسائل إلى زميلاتي كلهن إلا زينب يا فضيلة الشيخ. نعم كتبت الرسائل إلى زميلاتي كلهن إلا زينب. أغسلت هذه الملابس كلها يا رقية؟ غسلتها كلها إلا الفستان الأحمر يا أستاذ. نعم غسلتها كل... غسلتها كلها إلا الفستان الأحمر يا أستاذ. نعم غسلتها كلها إلا الفستان الأحمر. ما معنى الفستان؟ جاون. أكنست الغرف كلها يا عائشة؟ نعم كنست الغرف كلها إلا غرفة النوم. كنست الغرف كلها إلا غرفة النوم. أفهمت الدروس كلها يا عبد الشكور؟ نعم فهمت الدروس كلها إلا الأولى يا أستاذ. نعم فهمت الدروس كلها إلا الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. In this episode we'll do لن. سلمان متى تسافر إلى ألمانيا يا سلمان؟ لن أسافر إلى ألمانيا الآن، سأسافر إلى هولندا إن شاء الله يا أستاذ. أي سيارة تريد أن تشتري يا محمد؟ لن أشتري سيارة هذه السنة، سأشتري دراجة إن شاء الله يا أستاذ. أين يريد المسلمون أن يبنوا المركز يا خالد؟ لن يبنوا المركز، سيبنون مسجدا إن شاء الله يا أستاذ. متى تذهب إلى السوق يا عيسى؟ لن أذهب إلى السوق اليوم، سأبقى في البيت إن شاء الله. أتريد أن تغسل الملابس الآن يا عادل؟ لن أغسل الملابس الآن، سأنام قليلا يا شيخ. أتريد أن تزور الإمام اليوم يا علي؟
لن أزوره اليوم سأزوره غدا إن شاء الله يا أستاذ. ماذا تريدين أن تطبخ اليوم يا روحي؟ لن أطبخ اليوم سأتغدى في مطعم إن شاء الله. أتكتبين اليوم رسالة إلى أختك يا عائشة؟ لن أكتب رسالة إلى أختي اليوم، سأكتب اليوم إلى أمي إن شاء الله. أي أخت تزورين اليوم يا خالدة؟ لن أزور اليوم أحدا، سأكون في البيت اليوم إن شاء الله. أتكوين هذه الملابس اليوم يا رقية؟ لن أكويها اليوم، سأخرج اليوم من البيت إن شاء الله. ما من تلعبين اليوم يا عائشة؟ لن ألعب اليوم مع أحد، سأكتب اليوم التمارين إن شاء الله. أتريد أن تنام بعد صلاة الفجر يا عبد الشكور؟ لن أنام بعد صلاة الفجر، سأتلو القرآن الكريم إن شاء الله يا أستاذ. نعم، لن أنام بعد صلاة الفجر اليوم، سأتلو القرآن الكريم إن شاء الله. Next episode we will do أحب and أكره. First of all we use أحب with nouns and then with مصدر مؤول. Then we do أكره with nouns and the next stage we do أكره with مصدر مؤول. من تحب يا سلمان؟ أحب الله يا شيخ. من تحب يا محمد؟ أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ. ماذا تحب يا خالد؟ أحب اللغة العربية يا أستاذ. ماذا تحب يا عيسى؟ أحب القرآن الكريم يا أستاذ. ماذا تحب يا عادل؟ أحب المدينة المنورة يا شيخ. من تحب يا علي؟ أحب الصحابة رضي الله عنهم يا أستاذ. نعم. ماذا تحبين يا روحي؟ أحب السفر يا أستاذ. ماذا تحبين يا عائشة؟ أحب الصدق يا أستاذ. ماذا تحبين يا خالدة؟ أحب العمل يا شيخ. ماذا تحبين يا رقية؟ أحب الخياطة يا شيخ. ماذا تحبين يا عائشة؟ أحب النظافة يا أستاذ. ماذا تحب يا عبد الشكور؟ أحب الشوكولاتة يا أستاذ. I will do with مصدر مؤول. ماذا تحب يا سلمان؟ أحب أن أسافر يا أستاذ. نعم، أحب أن أسافر. أحب أن أسافر. ماذا تحب يا محمد؟ أحب أن أنام كثيرا يا شيخ. نعم، أحب أن أنام كثيرا. ماذا تحب يا خالد؟ أحب أن أساعد الناس يا شيخ. نعم، أحب أن أساعد الناس. ماذا تحب يا عيسى؟ أحب أن أسمع الأخبار يا أستاذ. نعم، أحب أن أسمع الأخبار. ماذا تحب يا عادل؟ أحب أن أشاهد التلفاز يا شيخ. نعم. ماذا تحب يا علي؟ أحب أن أتحدث باللغة العربية يا أستاذ. ماذا تحبين يا روحي؟ أحب أن أسافر بالحافلة يا أستاذ. ماذا تحبين يا عائشة؟ أحب أن أسافر بالطائرة يا أستاذ. ماذا تحبين يا خالدة؟ أحب أن أعيش في المدينة المنورة يا شيخ.
نعم. ماذا تحبين يا رقية؟ أحب أن أغسل الملابس يا أستاذ. ماذا تحبين يا عائشة؟ أحب أن أكتب في المجلات. ماذا تحب يا عبد الشكور؟ أحب أن أحفظ القرآن الكريم يا شيخ. No. Next we do with أكره with nouns. ماذا تكره يا سلمان؟ أكره الكسل يا أستاذ. ماذا تكره يا محمد؟ أكره الكذبة يا أستاذ. ماذا تكره يا خالد؟ أكره الفوضى يا أستاذ. ماذا تكره يا عيسى؟ أكره التأخير يا أستاذ. نعم. ماذا تكره يا عادل؟ أكره النميمة يا أستاذ. ماذا تكره يا علي؟ أكره التجسس يا أستاذ. نعم. ماذا تكرهين يا روحي؟ يا روحي أكره التنابز بالألقاب يا أستاذ. نعم. أكره التنابز بالألقاب. ماذا تكرهين يا عائشة؟ أكره السخرية يا أستاذ. أكره السخرية. نعم. أكره السخرية. أكره السخرية يا أستاذ. ماذا تكرهين يا خالدة؟ أكره الغيبة يا شيخ. ماذا تكرهين يا رقية؟ أكره الجهل يا فضيلة الشيخ. نعم. أكره الجهل. ماذا تكرهين يا عائشة؟ أكره النوم الكثير. أكره النوم الكثير. ماذا تكره يا عبد الشكور؟ أكره الغباء يا شيخ. أكره الغباء. Now we use أكره with مصدر مؤول. ماذا تكره يا سلمان؟ أكره أن أنام في وقت العمل يا أستاذ. نعم. أكره أن أنام في وقت العمل. ماذا تكره يا محمد؟ أكره أن أتأخر عن الموعد يا شيخ. نعم. أكره أن أتأخر عن الموعد. ماذا تكره يا خالد؟ أكره أن أشاهد برامج التلفاز وقت الصلاة يا أستاذ. نعم. أكره أن أشاهد برامج التلفاز وقت الصلاة. ماذا تكره يا عيسى؟ أكره أن آكل وأنا أمشي يا أستاذ. نعم. أكره أن آكل وأنا أمشي. ماذا تكره يا عادل؟ أكره أن أتصل بالهاتف ومعي زائرون يا فضيلة الشيخ. ماذا تكره يا علي؟ أكره أن أشتري شيئا لا أحتاج إليه. نعم. أكره أن أشتري شيئا لا أحتاج إليه. ماذا تكرهين يا روحي؟ أكره أن أبيع شيئا ولو كان قديما يا أستاذ. ماذا تكرهين يا عائشة؟ أكره أن ألبس لباسا غير مكوي يا أستاذ. ماذا تكرهين يا خالدة؟ أكره أن أسوق السيارة وأنا متعبة يا شيخ. نعم. أكره أن أسوق السيارة وأنا متعبة. ماذا تكرهين يا رقية؟ أكره أن أجلس والناس واقفون يا شيخ. نعم. أكره أن أجلس والناس واقفون. ماذا تكرهين يا عائشة؟ أكره أن آكل والناس ينظرون. نعم. أكره أن آكل والناس ينظرون. ماذا تكره يا عبد الشكور؟ أكره أن يزورني أحد من غير موعد يا شيخ. نعم. أكره أن يزورني أحد من غير موعد. الآن ماذا تحب وماذا تكره؟ ماذا تحب وماذا تكره؟ ماذا تحب وماذا تكره يا سلمان؟ أحب الصدق
وأكره الكذب يا أستاذ. نعم، أحب الصدق وأكره الكذب. ماذا تحب وماذا تكره يا محمد؟ أحب التبكير وأكره التأخير. نعم. ماذا تحب وماذا تكره يا خالد؟ أحب النظام وأكره الفوضى يا أستاذ. أحب النظام وأكره الفوضى. نعم. ماذا تحب وماذا تكره يا عيسى؟ أحب العمل وأكره الكسل يا أستاذ. نعم، أحب العمل وأكره الكسل. ماذا تحب وماذا تكره يا عادل؟ أحب النور وأكره الظلام يا شيخ. نعم، أحب النور وأكره الظلام. ماذا تحب وماذا تكره يا علي؟ أحب الصداقة وأكره العداوة يا أستاذ. ماذا تحبين وماذا تكرهين يا روحي؟ أحب السكوت وأكره الكلام يا أستاذ. ماذا تحبين وماذا تكرهين يا عائشة؟ أحب السرعة وأكره البطء يا أستاذ. نعم، أحب السرعة وأكره البطء. ماذا تحبين وماذا تكرهين يا خالدة؟ أحب التعني وأكره العجلة يا فضيلة الشيخ. نعم، أحب التأني وأكره العجلة. ماذا تحبين وماذا تكرهين يا رقية؟ أحب الطاعة وأكره المعصية يا أستاذ. نعم، أحب الطاعة وأكره المعصية. ماذا تحبين وماذا تكرهين يا عائشة؟ أحب الابتسامة وأكره العبوس يا شيخ. نعم، أحب الابتسامة وأكره العبوس. ماذا تحب وماذا تكره يا عبد الشكور؟ أحب الرفقة وأكره الشدة. نعم، يا شيخ. أحب الرفقة وأكره الشدة. ماذا تحب وماذا تكره يا سلمان؟ أحب السلام وأكره الحرب يا أستاذ. نعم، أحب السلام وأكره الحرب. ماذا تحب وماذا تكره يا محمد؟ أحب التوسط وأكره التطرف. أحسن، أحب التوسط وأكره التطرف. ماذا تحب وماذا تكره يا خالد؟ أحب الصحة وأكره المرض يا أستاذ. نعم، أحب الصحة وأكره المرض. ماذا تحب وماذا تكره يا عيسى؟ أحب المدح وأكره الذم يا أستاذ. نعم، أحب المدح وأكره الذم. ماذا تحب وماذا تكره يا عادل؟ أحب الشجاعة وأكره الجبن يا شيخ. نعم، أحب الشجاعة وأكره الجبن. ماذا تحب وماذا تكره يا علي؟ أحب المشي وأكره الجلوس يا أستاذ. أحب المشي وأكره الجلوس. نعم. In this episode we have open discussion. Salman. In this سؤالٌ يا أستاذ. ما سؤالك؟ هاته. كيف نقول بالعربية United Nations Organization؟ هذا سؤال جيد. United Nations Organization باللغة العربية منظمة الأمم المتحدة. منظمة معناها organization، نظم، ينظم، اسم الفاعل منظم، اسم المفعول منظم، والمؤنث منظمة. أمم جمع أمة، أمة معناه nation، أمم nations، منظمة الأمم المتحدة، متحدة United. وأريد أن أذكر لكم كلمات لها صلة بالأمم المتحدة.